مساء الخير. بقضاء البترون مطرح ما جمع اللون الأزرق بين السماء والأرض على مدى العين توقع هالبلدة. تحولت إلى ملهمة للنحتين بلبنان والعالم، وبين الحلم وغبرة الإزميل اللي نحت الصخر انكتبت حكاية المجد ببلدة جمعت بين الجمال الإلهي والإبداع الإنساني. على طريق الحرير الممتد من لبنان حتى أقاصي الأرض، رسمت زهور اللوز فيها لوحة فنية بقيت لعدة سنوات من أجمل اللوحات الطبيعية بلبنان. مشوارنا اليوم ببلدة رشانة. بتوقع رشانة بقضاء البترون بمحافظة الشمال، تبعد عن بيروت 49 كيلومتر وعن طرابلس مركز المحافظة 36 كيلومتر و8 كيلومتر عن البترون مركز القضاء. ترتفع عن سطح البحر بين 100 و300 متر وبتبلغ مساحة أراضيها 133 هكتار أو 1.33 كيلومتر مربع. تتميز رشانة بمناخ معتدل وبطبيعة جميلة جداً مزينة بأشجار السندين والملول، وبتنتشر فيها أشجار الزيتون واللوز بالإضافة إلى عدة أنواع من الفاكهة الاستوائية. بالإضافة أيضاً لإطلالتها الساحرة على البحر، بتتمتع رشانة بإرث ثقافي وفني ضخم احتضنته البلدة الصغيرة بكل زاوية وشارع فيها، بيحمل بصمات عبائرة فن النحت بلبنان ألفريد ميشيل ويوسف بصبوص اللي حولوا البلدة إلى متحف بالهوى الطلق، بيضم بالإضافة إلى أعمالهم الخاصة أجمل وأفضل الأعمال العربية والعالمية. تحتضن البلدة واحدة من أوائل الكنائس اللي تكرست على اسم القديس مارون، وهي الكنيسة الرعائية والوحيدة فيها. رد الأبوين أرملة وحبيقة اسم رشانة إلى السريانية ريشانا، واللي بتعني الرئيس المقدم والحاكم والأول. أما الدكتور أنيس فريحة فرجح أنه يكون أصل الاسم فينيقي روشونا ومعني القمة ورأس الجبل، وقد يكون التفسير الآخر لمعنى الاسم هو الأصل الفينيقي أيضا، وهو تصغير لكلمة روشونا واللي بتعني القمة الصغيرة. من بيروت على رشانة تقريباً بدكن ساعة أو ساعة وربع إذا ما في عجقة، بس كيف بتوصلوا وشو هي بعض المناطق اللي رح تمرقوا فيها لحتى توصلوا على هالبلدة الحلوة؟ متعرف عليهم سوا بهالخريطة. مشواركن من بيروت على رشانة بيبدأ من الدورة، أنطلياس، جونة، حلات، جبال، جسر المدفون، تحوم، وصولاً إلى رشانة. والله رشانة قديماً ضيعة صغيرة كانت، إجا الفنانين عنا أول ما بيجوا السواح من برا والناس بيصلوا على الفن، هاي أول شيء، لأنه الفن بصل لبعيد وفن البصافصة كتير عطيوها شهرة الضيعة صراحة. يعني البصابصة لو منه ما كانش فيه اسم الرشانة، رشانة ضيعة صغيرة ومشي الحال. جوا على رشانة عملوا عدة حفلات بالأول بسنة 63، حفلات مرتبة وواحد كل الناس كانت تقصدنا. وعندنا كنيسة مرمرون قديمة. رشانة قديما كانت مشهورة بالدخان، نزرع كل البيوت يزرعوا دخان ويعيشوا منهم. وعندنا زيتون ولوز وعنب، يعملوا من العنب زبيب ويعملوا عرق. وفي عندنا مشروع جديد عاملينه بالضيعة فوق، في خيام وفي عزايم وواحد الناس عم بيتقصدها، مطرح حلو كتير أول الضيعة، ومبين البحر مبين الدنيا كلها منه. وعندنا بيوت قديمة لأنه أساساً ضيعتنا كان فيها 10 رجال، يعني أساساً كان فيها 10 بيوت. نحنا ما كان عندنا مختار، كنا مدحوم ب 98 تنفصلنا عنهم. وهالبيوت القديمة كلها عقد،
ومكحلوها وزبطوها، في منن عملوا أرميد، والبيوت اللي عم تعمر جديد مثل أنا معمر بيت أرميد، بالضيعة في كتير بيوت أرميد، بيوتها حلوة وبيوتها بعيدة كتير عن بعضها. نتأمل من الناس المجتمعين برشانة يشرفونا وجوا على رشانة، شوفوا المطعم تبع بصبوط وشوفوا المشروع الجديد الحلو، مشروع كلنا البيوتنا تقريبا 90% طلي على البحر، ومناخ حلو ومناخ ممتاز جدا، والبيوت بعيدة عن بعضها والناس بتحب بعضها. ساهمت طبيعة رشانة الجميلة وإطلالتها المميزة على البحر بإصرار أهليها على بناء بيوت وقصور مميزة فيها تتكامل مع جمال البلدة، بالإضافة إلى المحافظة على الإرث المعماري القديم المشغول بالحجر المقصوب والمتوج بالأرميد الأحمر. الطعم في الأرميد هو حتى بكل لبنان، بلش بجيل 19 يعني ديزنا بيام سياك هوني، كان السقف الفوقاني سطح يعني كان تراب، لكن هلأ فيها ايه، فيها بيوت أرميد، فيها فيلات حلوة كتير، والباقي كانت الهندسة كانت متبعة من وقت ما جينا من معاد، ناطر داخلية أنطرة خشب فقل ناطر، بعدين هلأ كل البيوت صارت مثل بيقولوا تقالة ولا ستيل مودرن، وحافظوا هاللي قدروا على بعد. عنا كم بيت بالضيعة هلا عودي القديمة العقد 20 متر، عدة عود عملوا أول بيت لعائلتين، بيت وهبي وبيت روحينا، بيت وهبي بيت خليفي اسم كبير من الضيعة، ونحن بيت روحينا. بلشت ما طولت، وكانوا نشتين ببيوتهم كلهم عملوا عود تحت البيت، وعملوا من أجمل ما يكون، ما قعدوا ببيوت كيف ما كان، قعدوا ببيوت أناطر، بيوت عقد دايما في أبوين. أنا أتكلم مع الحجر والبرونز والخشب كما أتكلم مع البشر، ودائما ما أبحث عن الشكل الأجمل. أنا أنحت، إذن أنا موجود، فصوت مطرقتي هو صوتي. بهالجمل القصيرة اختصرت مسيرة حافلة من الإبداع، حولت رشانة إلى متحف عالمي وملتقى ثقافي استضاف كبار النحاتين العرب والأجانب اللي تركوا بالبلدة أجمل أعمالهم الفنية، حتى استحقت لقب العاصمة الدولية للنحت في الهواء. رشانة اللي هي أنا الرأس بمعنى معناها الأرامة، لأنه على رأس جبل، خلقت من حلم هالثلاث أخوة ميشيل وألفريد ويوسف، يلي قرروا يحولوا ضيعتهم لضيعة فنية ويعملوا أعمال بكل رشانة، يزينوا فيها الساحات والطرق. يعني هيدي كانت شغلة نادرة بهديك الايام يلي بالستينات، يلي ما كان في نهضة فنية كتير مهمة بلبنان، كان بعدها بداية الفن، وكان البصابصة اول فنانين بيجوا بيشتغلوا الفن الحديث، بلشوا يعملوا اعمال تجريدية بتعبر عن حضارة فن جديدة قدر يمتاز فيها لبنان ويمثلوا لبنان بعدة دول من العالم. يعني كانوا عندهم معارض بباريس، بطوكيو، بلندن، بكل دول العالم، كانوا فخر للبنان
يلي لبنان الثقافي اللي كنا عايشينه دائما نحن بنحلم فيه. رشانا خلقت من هالحلم ثلاث اخوه، بس كمان كان في مسابره لاشتغلوا، كانوا ثلاث اخوه يشتغلوا سوا، يعني كانوا بفرد محل بفرد ساحه يشتغلوا الاخوه بعده مواد، يعني يشتغلوا بالحجر، يشتغلوا بالخشب، كمان يشتغلوا بالحديد والبرونز. ميشيل كان تجريبي بشغله، دونك كان يجرب كل المواد، اشتغل بالالومنيوم، اشتغل بالراديتور السياره حتى عمل فيه كل الاشياء، المواد اللي كان تخطر بايده هو الرزين او غير الرزين كان يعمل تجريبي. بينما الفريد خي الثاني الاوسط كان اكثر فيجر اشتغل على المراه، كانت للمراه دور كثير مهم بحياته او بفنه، اشتغل المراه الام يعني mother and child، المراه والطفل، اشتغل المرأة الكابل يعني المرأة والرجل، اشتغل المرأة الجسد، يعني كان يبين محاسن المرأة بطريقة كتير تجريدية يعني. بينما يوسف يلي هو الأخ الأصغر استفاد من الطبيعة اللي موجودة حواليه، وكان عنده مرهف الأحساس يعمل إشياء عفوية، يعني مشان هيك كان يطلع معه أعمال فنية جديدة تجريبية ما منحس إنه ما نشايفينها قبل مرة، لأنه كان هو يشتغل على الحس تبعه، على الفطرة بالتفكير. لأنه بصبوص اشتغلوا بطريقة كتير مودرن وكتير عصرية، كانوا قدروا يكونوا بمثابة الفنانين الكبار عالمياً، وكان لهم أعمال فنية بعدة متاحف العالم مثل أشموليون ميزيوم أو باليابان بطوكيو، كان لهم يانو ميزيوم، كان لهم معارض مهمة بالسعودية بالإمارات، بكل دول العالم كان لهم أعمال كتير مهمة للأخوة بصبوص. رشانا متحف بالهواء الطلق، دونك الأعمال موجودة بكل الطرقات وبكل الساحات، والناس صارت تجي بتعرف رشانا، بتجي لتشوف الأعمال الفنية. يعني رشانا بلا أعمال بصبوص ضيعت كل الضيع، دونك هذا الشيء اللي بيميزها وجود الأعمال الأخوة بصبوص. وبالإضافة للسيمبوزيوم يلي دعوا فيه الفريد وميشيل، الفريد ويوسف، فنانين من دول العالم اجوا اشتغلوا برشانا على مدة 11 سنة، انجزوا اعمال فنية وبشيء بيسموه محترف رشانا للفن الحديث او السيمبوزيوم، وتركوا اعمالهم هدية لرشانا. الأعمال الفنية المنجزة هي اغلبها بحجر لبناني، يعني الأعمال الكبيرة هي من ترتج، حجر بيسموه تيستا اللي هو حجر صلب بيقدر يعمل فيه واحد أعمال نحتية كبيرة بدون ما تتفسخ. بينما الأعمال الوسط والصغيرة تستعمل مواد تانية مثل الرخام، مثل ما عم تشوفي هون الرخام أبيض اللي هو مستورد من إيطاليا أو من اليونان. الأهم منحوتي هي المنحوتي اللي عملتها، اللي عم فكر فيها، عرفتي؟ يعني كل مرة نحد بيعمل عمل بحس انه عم بيكمل عمل قديم وعم بيبحث لعمل جديد، عرفتي؟ دايما عم نبحث، عم نحلم بالعمل، ننجز العمل اللي ما قدرنا ننجزه، في بحث دائم عن الجمال وعن الحقيقه اللي مش عم بيقدر يلاقيها، والا بيخلص دوره كنحات او كفنان، بصير دوره عم بينقل اعمال انعملت او عملها قبل. من شرانق الأز اللي تحيكت على خيوط النول عبايات مذهبة، إلى شتلة التبغ اللي كانت عصب الحياة فيها
تغيرت أنماط الزراعة براشانة، ومع اندثار معظم الزراعات القديمة اقتصرت منتوجات البلدة حاليا على زراعة بعض أنواع الفاكهة الاستوائية بالإضافة إلى شجرة الزيتون المبارك. رشانة ضيعة جديدة بالقرن 17، ما كان في اسم رشانة. بالألف وسبعمية واحدة وخمسين باعت رشانة من سعد مقبل حميدة، وإجوا عليها أربع شباب من معاد: روحانة، وهبة، سليمان، غناطيوس. روحانة صارت عائلته شاهين، وهبة صارت عائلته خليفة، عبد الله، بصبوص، الياس. هاي الضيعة ضيعتنا بالحرب الكبرى، كانت تعد 80 شخص، مات منها 40 شخص، وطبعا حياتهم كانت قائمة على الزراعة. أول ما بلشوا بزراعة التوت لتربية دودة الأز، هالمواسم هايدي انقرضت، حل محلها زراعة التبغ. كانت كل أراضية الصالحة للزراعة كانت مزروعة دخان، وبدو عيل تشتغل فيه. يم اللي صاروا العائلة، الأولاد صاروا بالمدارس، تركوا الضيعة، انقرضت زراعة التبغ، حل محلها زراعة اللوز. واللوز كان هيدا الموسم يلي كان يأمن حياة كاملة مريحة للضيعة. إجا مرض، انقرضت مواسم اللوز. هل محل محلها بدك تقولي في أفوكا، في أشطة، في زراعة البطاطا، بيزرعوا بصل. هاي الزراعة اللي صارت موجودة بالضيعة، أرضها خصبة لزراعة الأشجار المثمرة. لوزان منودي على سوق الخضرة كان مميز، لوز رشانة. وفي حوالينا كتير، كل المنطقة كانت لوز، بس نحن ضيعتنا كانت غير شيء. تعتبر كنيسة مرمرون الرعائية برشانة من أولى الكنائس يلي شيدت على اسم القديس مارون بمنطقة البترون، وبيعود تاريخ بنائها إلى أواسط القرن 19. نحن جينا من ضيعة اسمها معاد، لنا 300 سنة برشانة، والأساس جدنا بصبوص اللي مشهور بالطايفة، إجا من العقورة على معاد. نحن عاد انتقل سنة 1700 نحن انتقلنا، جدنا اشترى هالأرض هاي من إخوتنا المتاولي، كانوا هوني حبوا إنهم يدشوا الضيعة، رجعوا من بيت حمادي هن، وقعدنا هون. كنيسة ما عنا، بلشوا فيها بعونات، كل واحد يضحي شوي، وبلشوا بالكنيسة. اهتم فيها البطرك يوسف حباش، بعت أي ملعام تيمشي الشغل، وهكذا كان بوساطة المطران طوبية هون، والبطرك يوسف الحبيشي بعتوا لهون، إجا ومشى الشغل ورجعت مشيات وكفوا الكنيسة. انتهى بناء الكنيسة سنة 1843. في بعض صور قديسين
بدك تقولي مع الكنيسة، جابوهن مع الكنيسة. في عنا مثلا متحف للأشياء القديمة، كاسات، بدلات. عنا البدلة يلي قدمها المطران طوبية عون من قبل البطرك يوسف حبيش. هي الكنيسة الوحيدة كانت بين النيابات الخمسة تبع البطرك. البطرك عندني أبوشية بطركية، هيدي هي كانت هلا انتقلت. بين كل القديسين، قديسين المنطقة الموجودين بالكنايس كلهم من الجيل الثاني والثالث للمسيحية، مش الكنايس. هنقول هل كانوا هن القديسين عاشوا بالجيل الثاني والجيل الثالث والرابع. إذا مرمرون كان من الجيل الرابع. كنيسة الأول كنيسة عملوها جدودنا، هيدي أهم شغلة. مع بداية 1960 شهدت رشانا فورة سياحية وثقافية مميزة مع توافد السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة متحف بصبوص اللي أصبح معلم أساسي بالثقافة اللبنانية الحديثة. واليوم قرر مجموعة من الشباب مواكبة جمال بلدتهم وإرثى الثقافة الضخم عبر إقامة مشروع سياحي رائد بيقدم لكل زوار البلدة مكان للراحة أو المنامة وسط أجواء طبيعية ساحرة. نحن هون برشانا من سنة 1960 عنا المتاحف تبع بيت بصبوص، بيجوا عليهم السواح من هديك السنة يعني على الأد. مشان هيك كمان قررنا نحن بنعمل مشروعنا برشانا ونسميه رشانا كامبينج فيليج. هيك بيجوا السواح بيعملوا برمتهم، إذا بدهم بيجوا بيرتاحوا عنا، بيناموا، بكفوا تاني نهار برمة بالبترون وبالمنطقة عنا. وإذا بتشوفي إنه كل شيء ضلوا على الطبيعة مثل ما قررنا نعمله، يعني ما فوتنا قصص تزعج أو مثل بيتون أو قصص، يعني كل شيء ضل على طبيعته يعني. وأكيد عاملين إحنا كامبينج وبيكنيك وهيك قصص، وفي أكيد عنا مطعم نقدر نعمل أكل للعالم اللي بيجوا. وحبينا نقوي رشانا يعني بهالشيء، يعني نترك نعمل مشروعنا بهالضيعة. حد منا حبينا نسافر ونقوي هون. هلا عم نعمل بروجي جديد كمان انا واخواتي، عم نعمل مثل بيوت خشب هون كمان. ما بدنا نأذي الطبيعة، بالعكس رح يكون المشروع مثل بنجلوس خشب بقلب هذا المحل لنزيد اكيد ونطور اكثر بالمشروع. بيقدر السائح يجي يقضي نهار، يعني يقضي نهار بلا مش ضروري ينام، يعني في يجي يستأجر لوكيشن ويقضي نهار فيها او اكيد بالليل. ونحن بنعمل ايفنت كل جمعتين ثلاثه مره، بنجيب حدا بدق على الجيتار وبيغني، والجو بيكون كمان كتير مهضوم. واكيد انا بدعي كل السواح اللي بدهم يجوا، اللي بعد ما اجوا على رشانا كامبينج، يجوا ويشوفوا المشروع، كتير حلو، كتير خاصه بالطبيعه، وكتير كتير الضيعة خاصة بالطبيعة كلها سوا، يعني ما تخربط فيها شيء وضلت محافظة على بيئتها وطبيعتها. حتى البحر بيبين من رشانة، يعني مناظر حلوة، مناخ رائع وجو مميز، فن وطبيعة كله موجود برشانة. فما فيكم تترددوا أبداً إنكم ما تجوا على هالبلدة الحلوة. ملتقينا معكم بتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد، من هلأ لوقتها أطيب التمنيات، ودائماً برفق التلفزيون لبنان. إلى اللقاء. يا رشانة لا تخافي، من قفل باب الضيافة، والقمر سهران فوقك جفن واعي جفن غافي. يا رشانا لا تخافي، صوبك حامل الأبحار الأفكار أبحر، رسي وبصبوص فيك النور أبصر، بصخر بطرس أساس الفن عمر، بإيده حامل الإزميل
كسر الصخر تصار يحكي فوق منبر، فيك تزقزق التاريخ أكتر، تكل هاوي فن يسكر بالفنون وبالثقافة. يا رشانة لا تخافي، أهلا وسهلا فيكم.